السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، لمعنى production écrite في اللغة الفرنسية السنة الخامسة ابتدائي عن زيت الزيتون الويل دوليف. ديروا لايك للفيديو إذا عجبكم، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد ننزله. والآن نبدأ على بركة الله. الويل دوليف، زيت الزيتون. الويل دوليف إتين سيبستانس غراس ناتيريل. زيت الزيتون هو مادة دهنية طبيعية. إكستريت دي فروي دو لوليفي، مستخرج من ثمار شجرة زيت الزيتون. سون أوريجين، أصله إلى ريجيون ميديترانيان، أصله هو منطقة البحر الأبيض المتوسط. لويل دوليف، زيت الزيتون، إي ريش أون فيتامين، غني بالفيتامينات. إل أ de nombreux avantages pour la santé humaine. لديه العديد من الفوائد لصحة الإنسان. remède contre la toux، علاج ضد السعال. combattre le diabète، يحارب السكري أي مرض السكري. contre le mauvais cholestérol pour le cœur، ضد الكوليسترول الضار للقلب. On utilise, نستعمل الويل دوليف، زيت الزيتون، dans, في la cuisine، الطهي أو الطبخ. La protection de la peau، حماية أو العناية بالجلد أو البشرة. إلي cheveux والشعر. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.